احسنكم. اهلا وسهلا بكم من جديد. ليست محافظة جدة هي الحدث في هذه القضية، لكنها الابرز في تفاصيلها من بين مدن المملكة. ففي هذه المدينة الساحلية يروج تجار الملابس المستعملة لبضاعتهم المشبوهة على أرصفة الحراج في وضح النهار وبأرخص الأثمان على عين الرقيب. هذه البضائع يعني تنوعت مصادرها ما بين ملابس للموتى وأخرى من عمليات التسول، وملابس مختلفة جلبت من تبرعات المحسنين بطرق غير نظامية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لخالد الفرحان. نشاهد التقرير ثم نعود للنقاش. جدة واقع مرير وجرح مستديم، حال يندب كل لحظة على كوارث تتكرر وفساد يتفشى، حتى أصبحت أسواقها يباع فيها المرض والوباء بلا رقيب ولا حسيب. هذه الملابس مستعملة جالسين يبيعوها للناس، وفيها أمراض وجراثيم وفيها بلاوي زرقاء بعيد عنك ولا أحد يكلمهم. والله يبيعون ملابس مستعملة وقديمة وفيها جراثيم وأمراض وغير صالحة للاستخدام العدم. إنه ضعف الرقابة، فالإربعاء والخميس والجمعة موعد إقامة سوق الملابس المستعملة، فعدة ريالات تشتري بها جملة من الجراثيم والميكروبات. في بعض نظيف، في بعض وسخان، في بعض أنواعه. لا ركيس هذا. أبى ريالين، 5 ريال، 3 ريال، ريالين، ريال كذا. زبائن هذا المكان العمال الأجانب. تجار هذا السوق العمالة الأفريقية. مصدر هذه البضائع ملابس الموتى والتسول. يا أخي روح اشتروها يا أخي. شفت الناس اللي يروح يلملموا في البيوت، يدقدقوا على البيوت اللي عندهم ملابس قديمة ملابس قديمة ملابس قديمة، يلملموها ويجي يبيعوها لذول. ليش جاي؟ جبت ناس هنا، جبت حريم يبيعوا ومتعاقد معهم بالشهر، يعني بجيبهم يوم الربع والخميس والجمعة صباح. من وين بيجيبوا الملابس؟ والله بيجيبوها من ناس بيدوهم صدقة، يعني ناس سعوديين أحيانا بروح معهم أنا، بنجيبها من ال يعني فيلل كده، بيدوهم صدقات شغالات كده، بيدوهم صدقات فيجي يبيعوها هنا يستفيدوا منها يعني. النتيجة منظر غير حضاري وأمراض تنتشر وتلوث بصري. لبرنامج ياهلا، خالد الفرحان، جدة. شكرا لزميلي خالد الفرحان على هذا التقرير. لمناقشة هذا الموضوع سرنا نرحب باستدهاتنا من الرياض عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة العرائض وحقوق الإنسان هناك الدكتور مشعل العلي، ويشاركنا الحوار أيضا الإعلامي الأستاذ محمد التركي. دكتور مشعل أهلا وسهلا بك، سعداء أن نكون يعني في نفس الاستوديو. دائما أنت في ديرة وحنا في ديرة. كيف تعلق على ما جاء في هذا التقرير؟ أولا أهلا ومساء الخير للجميع والمشاهدين. حقيقة أن هذه النتيجة مثيرة للجدل، والمفترض أن يكون هناك انتباه لمثل هذه القضية، قضية الحق ذات أبعاد في نظري وفي تصوري لها أبعاد اجتماعية لا شك أنه يجب أن تدرس دراسة متمعنة وفاحصة، ولها أبعاد أمنية
من في هذه الناحية لربما في هذه الأشياء التي بوعت أو ذكرت في التقرير هناك بعض الملبوسات المهمة جدا، الملبوسات العسكرية ذي التي تكون رجيعا وهي حساسة و ومهمة المفترض أنها تكون مرجعة، ولعل يعني بعض القضايا كان استخدمت جدا، وهذه دائما تأتي من 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 هالنواحي اللي ربما أنها تكون العاطفة ناحية الصدقات ومثلها، وهي المفترض أنا في تصوري أن يكون هناك نظام لهذا الموضوع، أن يكون عندما يعطى الأمر بهذه الصورة التي هي مفتوحة وبدون تقنين ولا تنظيم لها ستكون لها آثار، وهذه نلاحظها كثيرا. وفي تصوري أن الجمعيات الخيرية لربما أنها شريكة في مثل هذا الموقف، يجب أنه لا تعطى إلا لمحتاجها للابسها، وألا حتى المفترض أن تمنع هذه المبائع، المباسط التي وجدت تمنع، وأن يكون هناك عين رقابة قوية جدا على مثل هذه الأشياء. الآن حينما كانت مثلا لحوم الأضاحي تصدر إلى الخارج هذا حل جميل جدا، ولما لا يكون مثل هذا في مثل هذه القضية؟ يعني لو غير التصدير دكتور يكون في جهة حاضنة جداً، أنا أقول المفترض أن يكون هناك جهة مسؤولة عن هذا الأمر، حتى إذا لم يكن في المملكة تصدر إلى الخارج في مناطق محتاجة إلى هذا الموضوع. طيب أستاذ محمد، من المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أتوقع المسؤول أول المواطن. يعني ثقافة الصدقة عندنا بالضبط مهب، يعني ما أتوقع أن الشخص، أنا عملت في الجمعيات الخيرية وأشوف المواطن يجي ويأخذ الملابس ويقدمها للجمعية الخيرية، حتى تقديم عشوائي، ما يسأل بالضبط وين تودونها فيه، ما هو ما يغسلها، إذا كانت فيه جراثيم للملابس ما يخبرهم بالجراثيم، ممكن فيها حساسية، ممكن فيها أمراض جلدية. ليه طيب ما في نظام في الجمعيات الخيرية قال لهم نظيفة ولا ما بنظيفة، يكون في معايير يغسلونها يعيدون يعني وضعها بطريقة معينة في أكياس في. والله شوف أنا أقول لك الجمعيات الخيرية أهم شيء عندها الربح. يعني اللي يتوقع هي تربح الجمعيات الخيرية بعد كيف يعني؟ الجمعيات الخيرية لابد تروح من الملابس هذه، يعني اللي عرض في التقرير يعني. لا هي راحت تروح تبيعها وتحطها من ضمن الصندوق ولا تشوف الناس المحتاجين وتعطيهم؟ لا لا، هي عملية كيف تتم؟ يجي المستهلك اللي يجي أو يجي المواطن، نعم، يجيب ملابس يأخذ ملابس. تعرف أن أكثر ناس يبدل ملابس في الصيف والشتاء، معروفين يعني ننفق نفقة في الملابس غير طبيعية، والأسواق ما شاء الله انتشارها. تبغى تقول الحكمة اللي قبل الهواء هذا مو بلازم، وانتشار الأسواق عندنا أكبر دليل. يعني الشاهد أنه هو يجي المواطن يعطي الجمعية الملابس، الجمعية تحتفظ بالملابس هذه، ممتاز، تكدس ملابس هذه لين ما تكون على شكل حاوية. طبعا يجي المرحلة الثانية يسوون عليها مزاد، يجون العمالة الأجنبية، وهذه العملية خطيرة جدا. يعني في لوبي أجنبي قاعد يشتغل في السوق، يعني شغل غير طبيعي، فيجي العمالة الأجنبية يصير في مزاد. طبعا الحاوية تختلف، الحاوية توصل على 6000، توصل على 5000، توصل على 4000. الحاوية عندك اللي في الأحياء الفقيرة، يعني تعرف أنت الجمعيات موزعة على الأحياء، في جمعيات في أحياء فقيرة الحاوية عندهم توصل على 4000، في جمعيات مثلا عندنا مثلا لو نقول في العلية الحاوية توصل على 12000 13000. الملابس هنا تستخدم اللي يلبسونها الناس هنا تختلف عن الملابس اللي هنا. فتبدأ العملية كذا، الجمعية تبيع الملابس هذه، وين تبيعها؟ تبيعها للأجانب اللي هم اللي يشتغلون عندنا في الرياض، اللي أنا رحت سويت معهم عدة تحقيقات صحفية، يشتغلون هم يرسلونها للأجانب، الأجانب هذول يأخذونها، وبالتالي يأخذونها هم يسيطرون على السوق، لا طبعا لا تنظيف لا فحص لا أي شيء، يأخذونها يفرشونها على الأرض زي ما شفنا في التقرير، والجراثيم والبكتيريا، ويجي المواطن أو يجي المقيم، يجي أي شخص يشتريها. طبعا بعض الناس يقول لا مستحيل يجي المواطن يشتريها، يعني أقول له روح في العيد، الآن إن شاء الله مقبولين على العيد بعد شهر، روح في العيد شوف. وأنت تبعت في التحقيق في ناس يشترونها فعلا؟ إيه في ناس كثيرين يشترونها. طيب لأن في ماركات ترى على فكرة. أي أكيد. دكتور مشعل، في 29 يونيو 2011 قالت أمانة مدينة جدة لصحيفة عكاظ أن ظاهرة بيع الملابس المستعملة هي مشاكل من المشاكل المزمنة في مدينة جدة، وقالت أيضا للأمانة نحن نقوم بجولات مكثفة ونصادر كميات كبيرة من هذه الملابس، إلا أن هذه التجارة طبعا تعود مرة أخرى وعلى مساحات واسعة. وقالت أيضا يبدو أن هناك مصدر دائم ومستمر لتوريد مثل هذه الملابس المتاجرة بها.
إذا كان هذا تصريح أمانة مدينة جدة ومعرفين المشكلة وآخر الحديث كأنهم ما هم قادرين يلقون لها حل، كيف تعلق على هذا؟ الحقيقة هذا أنا أعترف بالجريمة ولا أستطيع أن أحل أبعادها. القضية وما فيها أنهم الآن هي محصور مكانها وفي أيام معدودة، يعني يجب أن تكون هناك رقابة دائمة، أن لا يفتر في مسألة الرقابة، هذه نقطة. النقطة الثانية أن يتتبع من الذي يورد، لأن هناك أشياء من وراء الكواليس لا أحد يعلمها. نحن نعاني من إرهاب، نعاني من مخدرات، حرب شعواء الحقيقة تدار في هذه البلد الطيب المبارك، ونرى نجاحات كبرى على مستوى وزارة الداخلية في المملكة، الحق تقيد لها ونقف إجلالا لهذا الموقف. لكن يجب مثل هذه القضايا أن يكون هناك تعاون من جهات ذات علاقة، مثل البلديات، مثل وزارة التجارة، مثل الجوانب الخيرية. يجب أن يكون هناك حصر للقضية، وحصرها بتجفيف مواقع انتشارها، بمنع مثل هذه الأسواق نهائيا. تعتبر تجرم أن يكون هنا هذا العمل، يعتبر جرما. تعطى الملابس لاستخدامها للمحتاج، لا لتدور وتباع في الأسواق بطريقة أو بأخرى غير سليمة وغير منطقية. سيكون لها آثار لا يعلم مداها إلا بعد فترة تنكشف وتجد الأمر مستفحلا. حق هذا التصريح أنا أعتبره يعني تصريح ينقص كثير من الحكمة. المفترض أن تكون الرقابة مستمرة وأن تكون دائمة، وهي ليست في جدة، ترى في كثير من طبعا في مناطق عدة، لكن أخذ جدة كنموذج وراء الأكمة ما وراءها. أنا أقول هناك قضايا الحقيقة الناس يتصدقون بغير حساب، يعطون هذا بعد يجب الثقافة تكون هذه بين المواطنين. احنا بلد الحمد لله شعبها مؤمن وخير، ولكن يجب أنه يفهم كيف هذا العطاء، هل يكون في مكانه أو يكون في يوم من الأيام ضد مواطنيه، ضد نفسه، ضد أبنائه، ضد بلده. فيجب الانتباه إلى مثل هذا. نقطة الأخرى الأهم من القضية هذه، العمالة السائبة في الأسواق وفي الأماكن. المملكة الآن تعاني من 9 ملايين وأكثر، وهذه كلها استنزاف ضخم لموارد البلد وموارد المنطقة. ويعني الحق هي قضية شائكة، إن لم ينتبه لها من الجهات التنفيذية المسؤولة ومن المواطنين أنفسهم. وأن يكون هناك، أنا قبل كنت أرى كثير من الجهات التي تتبع الناس المقيمين غير إقامة النظامية ويؤخذ بالحسبان ويعاقب ويطبق في حقه النظام. الآن أبدا متروك الناس على، أنا ما أدش القضية في هذا الموضوع. تجد إنسان يعمل متستر ومتستر عليه ولا أحد يتكلم. طيب نروح نتستر إعلانيا بالفاصل ونعود لكم بعد قليل.